أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج من واشنطن الذي يأتيكم استثنائيا هذه المرة من مدينة نيويورك. نيويورك التي تحتضن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78. هذه الاجتماعات شهدت الكثير من الكلمات والخطابات، الوعود وكذلك الأمنيات. الرئيس الأمريكي تناول ملفات عدة كان على رأسها الأزمة في أوكرانيا، العلاقات مع الصين، المناخ، وأيضا الاستقرار العالمي. الرئيس جو بايدن خصص في جزء من كلمته حديثا عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معا لجعل الأحلام محققة، وبطبيعة الحال نريد أن يكون هناك شرق أوسط مزدهر ومستقر، ونريد أن نحافظ على حل الدولتين المتفاوض عليه، ونريد أن نضمن كذلك ألا تحوز إيران على السلاح النووي. رغم اختلافاتنا مع إسرائيل فإن الدعم الأمريكي يبقى ثابتا وراسخا ولا يتزعزع، وتطلع لمناقشة كل هذه القضايا مع رئيس الوزراء نتنياهو. لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. دعني أبدأ أولا وأسألك، أين يقع ملف السلام وإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط على سلم أولويات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن؟ حسنا، مساء الخير لكم وللمشاهدين. نعم، هذه أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي، فهو خصص وقتا كبيرا للحديث عن أوكرانيا وكذلك قضايا خاصة بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم، بالإضافة إلى التغير المناخي، لكن حتما هذه أولويته. هل تملك إدارة بايدن والرئيس جو بايدن تحديدا ما يكفي من النفوذ والأدوات للتأثير في الأطراف في الشرق الأوسط لتحقيق ما يصبو إليه من سلام واستقرار هناك؟ حسنا، أعتقد أننا منخرطون بشكل كبير في الوقت الحالي في جهود متعددة تبذلها الإدارة حتى يكون هناك تسوية للسلام وكذلك تطبيع بين إسرائيل والسعودية. سمعنا أمس من محمد بن سلمان في تلك المقابلة أن هناك بحث عن تطبيع العلاقات وأن الموضوع معقد، لكن إذا حدث سيكون ذلك لأن الأطراف الإقليمية تريد هذا أن يحدث على غرار ما حصل مع الاتفاقات الإبراهيمية، وأرى أن الجميع سيستفيد بالرغم من التعقيدات الموجودة. السعودية تريد برنامجا نوويا، وكذلك هناك مطالب أخرى من السعودية إزاء الإسرائيليين وكذلك لتحقيق مطالب فلسطينية، ولكن هذا يبقى ممكنا. جئت على ذكر هذه المقابلة التي تضمنت أيضا حديثا عن ضرورة تقديم بعض المصالح الفلسطينية في أي اتفاق
متوقع. هل تعتقد بأن إدارة بايدن لديها ما يكفي من النفوذ على الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة لتقنعها بضرورة التحرك في هذا الملف إلى الأمام، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين؟ ما فعله محمد بن سلمان هو أنه أكد مسألة تحسن حياة الفلسطينيين، هو لم يأتي على ذكر حل الدولتين كشرط للتوصل لاتفاق، لكن حتى لو وقعت هناك تنازلات من إسرائيل فسيكون ذلك محفوفا بالتحديات بالنسبة لنتنياهو، خصوصا مع وجود سموتريتش وبن غفير، وربما قد يكون أي تنازل فيما يخص الأراضي أو قضايا أخرى مهمة تخص الفلسطينيين هذا سيكون صعبا بالنسبة إليه، وربما عليه أن يختار بين البقاء في الحكومة ورئيسا للوزراء أو إجراء علاقات متبعة مع السعودية والتضحية ببعض الأشياء. ولذلك أعتقد أن نتنياهو قد يقوم بعد التضحية من أجل تحقيق هدفه، لكن لا نعرف، فهذا الشخص له الكثير من المشكلات داخل إسرائيل بسبب تهم بالفساد وما إلى ذلك. لا أعرف كيف سيمضي قدما، لكن هناك ضغوط أمريكية يمكن أن تفرض، هناك أشياء على الطاولة، هناك ردود الحكومة الإسرائيلية، لكنه سيقرر ما إذا كان سيمضي قدما في هذا أم لا. تتحدث عن الضغوط الأمريكية التي من الممكن أن تفرض، ما طبيعتها ونحن نعلم أن جو بايدن لم يدعو نتنياهو للجلوس معه في البيت الأبيض حتى يوم أمس عندما أو أول أمس عندما التقاه على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وكأنه كان يمارس هذه الضغوط بالفعل، أقصد الأمريكيين. ما الضغوط التي بالإمكان أن تسلط على حكومة نتنياهو لإقناعها بتقديم تنازلات وفق ما تقول؟ هذه كانت رسالة واضحة، لأنه كان هناك أكثر من 260 يوما مضت قبل أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي، هذا لم يحدث منذ ليندون جونسون، ولذلك نتحدث عن نحو 50 سنة، وهذا أمر كان فعلا ملفتا للانتباه. كانت رسالة إلى نتنياهو وإسرائيل بأن إدارة بايدن مستاء نوعا ما مما يحدث في إسرائيل، وكذلك حول مسألة التعامل مع الفلسطينيين، ورئيس الوزراء نتنياهو زاد طين بلة بالإصلاحات القضائية الذي كان موضوعا جدليا، والإدارة الأمريكية قالت إنها لا توافق على ذلك. حسنا، هناك ضغوط يمكن لأمريكا أن تفرضها وتمارسها على إسرائيل، لكن عموما الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن الحكومة الفلسطينية أيضا هي في مشكلات مع إسرائيل، وهناك مشكلة مع السلطة الفلسطينية، حيث أن محمود عباس ليس لديه شرعية داخل الأراضي الفلسطينية، ويدلي بتصريحات معادية للسامية أدلى بها في ألمانيا، والكثير من الأشياء الأخرى التي جعلت الآخرين يدركون أنه ليس قائدا يستشرف المستقبل وليس يتمتع بالحيوية الشرعية داخل الأراضي الفلسطينية، وأنه ليس في وضع يسمح له بالمضي قدما في التفاوض مع إسرائيل. ولذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستمارس ضغطا على نتنياهو، في الوقت الحالي هذا لا يبدو ظاهرا، لكن الضغط سيمارس عندما ينضج العرض حول ما يجب على إسرائيل أن تفعله لقاء التطبيع مع السعودية، وذلك سيكون إنجازا كبيرا وبحد ذاته سيكون مستوى كبيرا، وسيحتم الضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات حتى لو كلفه ذلك كثيرا سياسيا.